بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلى صديق محمد وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أنت فيا حمد الله، إنك شهداء العظيم يوم الأضحى، يوم الحج الأكبر، كما سمى الله عن صادق، حيث أن أكبر أعمال الحج تكون فيه. ففي هذا الصباح حجيت الجنة، ثم يا دنيا دار إن تكون بعد طاعة، وعيد الفطر بعد طاعة الصوم، وعيد الأضحى بعد يوم عرفة، يوم الحج، يوم ركن الحج الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فالحجاج يتقرب سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات، وغيرهم من المسلمين يتقربون إلى الله تعالى بالأضاحي، شكرا له سبحانه وتعالى. يختمون الأيام العشر بالأضحية، شكرا له سبحانه وتعالى. عباد الله، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل مواسم الطاعة يجد فيها المجتهدون ويجتهد فيها المجتهدون، وليستعتب المقصر ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن هذه المواسم هذه الأيام التي دخلت علينا، منها هذا اليوم العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل إن أعظم الأيام عند الله يوم ثم يوم يوم الأضحى. هذا اليوم هو الأضحى، أعظم الأيام سبحانه وتعالى. ثم اليوم الذي يستقر فيه الحجيج بمنى، يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن من الطاعات المحمودة لله سبحانه وتعالى، والتي نتقرب بها إليه عز وجل في هذه الأيام، هي ذكر الله سبحانه وتعالى لقوم الله سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. رضي الله عنهما، هي أيام التشريق، هي أيام التشريق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. عبادات على الإطلاق هي ذكر الله سبحانه وتعالى، فما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو الرحمة، وهو طمأنينة النفس، وهو سعادة طيب حياتنا، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإن أفضل الكلمات
الله عز وجل بها هي الباقيات الصالحات، وفسرت بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام عند الله سبحان الله والحمد لله إلى الله والله أكبر. ولما أسري بنبينا صلى الله عليه وسلم ونبي الله وقليله من السلام فقال له أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأكبروا من هذه الكلمات الطيبات المباركات في هذه الأيام، وأيضا تكبر الله عز وجل شكرا له سبحانه وتعالى على ما هدانا إليه وعلى ما سخر لنا من جميع الأنعام سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. فنشكر الله سبحانه ونكبر عز وجل تكبيرا شكرا الله عز وجل تكبيرا مطلقا وتكبيرا مقيدا. التكبير المطلق يكون في كل لحظة وفي كل آن، والتكبير المقيد يكون عقيب الصلوات. نكبر الله عز وجل ونعتقد تعظيمه سبحانه ونفهم معاني التكبير ونشهد معاني التكبير من تعظيم الله سبحانه ومن تقديره حق قدره عز وجل، ومن العبادات المحبوبة لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم هي الأضحية. فما من نفقة أعظم عند الله سبحانه وتعالى ينفقها في هذا اليوم من نفقة تنفق في الأضحية، فالأضحية شعار هذه الملة الحنيفية، والأضحية أيضا قربان نتقرب به لله سبحانه وتعالى قربان نتقرب به لله سبحانه وتعالى. فلا بد من شرطين لكي تكون العبادة صحيحة ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى، لابد من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أدائها. الإخلاص أن نذبح مبتغين وجه الله سبحانه وتعالى وحده لا غيره، لا سمعة ولا رياء، وإنما نذبح لله سبحانه وتعالى طلبا لمرضاته عز وجل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. إن الله غني حميد سبحانه وتعالى، غني عنا وغني عن أفعالنا، إنما يناله منا التقوى سبحانه وتعالى. كذلك عباد الله نذبح على اسم الله لا غير، نذبح على اسم الله لا غيره، ونذبح أيضا عباد الله نذبح أيضا له عز وجل لا لجن ولا لشياطين. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكل ما آتيه في حياتي لله وكل ما يجريه الله تعالى علي في مماتي كله لله لا شريك له سبحانه وتعالى. له الملك وله الخلق وله الأمر، له التدبير وله التصريف سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، فالعبد المؤمن ينجذب قلبه إلى ربه سبحانه وتعالى وحده، عليه يتوكل وبه سبحانه وتعالى يستغيث ويستعيذ، وإليه سبحانه وتعالى يلجأ العبد في جميع ملمه وما ينزل به. هذا هو قلب العبد المؤمن.
قلب موحد، قلب سليم، سلم من الشرك بأنواعه، صغيره وكبيره، صغير قليله وكثيره. هو قلب العبد المؤمن. وكذلك عباد الله، لا بد وان يكون في الاضحيه شروطا، فلا بد من مراعاه السن. فالابل ما له 5 سنين، والبقر ما له 2 سنين، والماعز ما له 1 سنة، ومن الغنم ما له 1/2 سنة. وكذلك لا بد وانسى ان تكون سالمة من العيوب، شيء نتقرب به لله. لا بد وان يكون تاما كاملا سمينا. كذلك ايضا لا بد وان تذبح بعد الصلاة، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى. من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى. عبادة نتقرب بها لله سبحانه وتعالى. عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم النحر، يوم النحر ويوم عرفة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. يوم النحر ويوم عرفة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، أعيادنا عباد الله، أعيادنا مميزة، أعيادنا مميزة عن أعياد الكافرين. أعيادنا طاعة وعبادة وشكر لله سبحانه وتعالى. أعيادنا فرحة وسرور بالله وبطاعته سبحانه وتعالى. أعيادنا ليست فيها معصية، أعيادنا نفرح فيها بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. قل: بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعيادنا عباد الله أعياد توقيفية، لا يجوز لنا إحداث أعياد من عند أنفسنا، فمن فعل ذلك فقد وقع في الإثم العظيم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه عياذا بالله، وباء بالإثم من الله، لأنه يغير دين الله سبحانه وتعالى الذي أكمله وأتم به علينا نعمته ورضيه لنا دينا. فلا يجوز عباد الله إحداث أعياد لم يأتي بها الشرع. ليس في ديننا عيد أم ولا عيد نصر ولا غير ذلك من الأعياد المبتدعة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان للأنصار يومان يلعبون فيهما في الجاهلية. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. يوم الأضحى ويوم الفطر. إذن عباد الله، لنا أعياد خاصة بنا، ولا يجوز لنا أن نحدث عيدا من عند أنفسنا. أيضا عباد الله، يشتد التحريم إذا كان العيد فيه مشابهة للكافرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، كأعياد الكريسماس وأعياد القيامة وغير ذلك من أعياد الكفار. لا يجوز لنا مشابهتهم ولا مشاركتهم في هذه الأعياد، ولا يجوز لنا أن نهنئهم بأعيادهم التي يكفرون فيها بالله العظيم، ويقولون على الله عز وجل قولا عظيما. إنهم يقولون إن الله قد اتخذ ولدا، ويقولون إن الإله قد ولد، ويقولون إن الإله قد مات وقام بعد أيام، إلى آخر ذلك من الكفر العظيم.
لذلك يقول الله عز وجل في الحديث الإلهي: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما شتمه إياي أن قال اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور. قال المفسرون: الزور هي أعياد المشركين، أعياد المشركين. قال عمر رضي الله عنه: إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين كنائسهم في يوم عيدهم، فإن السخطة تتنزل عليهم. لا يجوز لك أن تقول للكافر كل عام وأنت بخير، أو أنك تهنئه، أو أنك تهنئه بأعياده. تهنئه على ماذا؟ على كفره بالله العظيم. رحم الله الإمام البستي عندما قال: من أهدى لهم في عيدهم زهرة تعظيما لليوم فقد كفر، تعظيما لليوم فقد كفر. يكفرون بالله العظيم، فلا يجوز لك أن تشاركهم ولا أن تهنئهم بهذه الأعياد. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، واستمسكوا بدينكم وعدوا عليه بالنواجد، ائتمروا بأمر الله وانتهوا بنهي الله. وفي هذا العيد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن عيد آخر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم مقابر. لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، أي كل وقت تنتابونه، كل وقت تنتابونه وتزورونه وتأتون إليه في كل لحظة أو في كل ساعة أو في كل يوم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: لا تتخذوا قبري عيدا. وقال صلى الله عليه وسلم داعيا ربه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا منه صلى الله عليه وسلم حماية لجانب التوحيد، حماية لجانب التوحيد الذي دعا إليه صلى الله عليه وسلم 23 سنة يدعو قومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أرسله الله عز وجل ليعبد الله وحده لا شريك له، وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل ذلك ما تحمل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أقر الله عينه صلى الله عليه وسلم. ففتح الله عز وجل به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما صلى الله عليه وسلم، إلى أن أتاه اليقين من ربه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تبالغوا في مدحي وتنزلوني فوق المنزلة التي أنزلني الله إياها كما فعل النصارى في عيسى ابن مريم. فقالت طائفة: هو الله. وقالت طائفة: هو ابن الله. قال: إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. فحقه صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى بما أمر. هذا هو حقه صلى الله عليه وسلم. وحق ربنا عز وجل هو إفراده تعالى وحده بالعبادة. هو عز وجل الذي يدعى وحده ويتوكل عليه وحده ويفتح له وحده سبحانه وتعالى. فمن أعظم المحادة والمشاقة بناء المساجد على القبور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي وسيلة من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. فخالفت الروافض وخالفت الصوفية وبنوا المساجد على القبور، وعبد أصحاب القبور من دون الله.
العبادات عباد الله، احذروا الموالد، احذروا ان تتخذوا القبور اعيادا تنتابونها من آن الى اخر، بل الله عز وجل يقول ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. ويقول الله واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وتهيئ بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فلا يجتمع في ديننا مسجد وقبر، المسجد أقيم لذكر الله وحده، بل جميع العبادات وجميع الشعائر والمناسك إنما أقيمت لإقامة الذكر لله وحده. افرادوا عز وجل وحده بالعبادة، لابد وأن يمتلئ قلبك بحب الله سبحانه، وأن يمتلئ قلبك بالذل والخضوع له عز وجل. هذه هي العبادة وهذا هو التوحيد عباد الله. والعبادة مفهوم شامل كامل لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه هي عقيدتنا وهذا هو ديننا، وينبغي أن نكون كذلك وأن نعيش على هذا إلى أن يأتينا الموت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه، قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. أيضا أيها المسلمون في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم العظيم، في يوم عيدنا، في يوم الحج الأكبر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في سنة 90 من الهجرة أميرا على الحجيج يعلمهم مناسكهم، وأرسله بقوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله بريء ورسوله أيضا بريء من المشركين. ثم أتبعه بعلي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر ليقرأ على الحجيج هذه الآية، فكان المنادي ينادي لا يطوف بهذا البيت، لا يطوف بهذا الباب، لا يطوف بهذا البيت مشرك، ولا لا يحج بعد هذا العام، لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فالواجب علينا عباد الله أن نتبرأ ممن تبرأ الله منهم ورسوله، وتبرأ أيضا من أعمالهم. فيجب البراء الكامل من كل كافر كفر بالله سبحانه وتعالى. قال الله لنا جاعلا أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إما من المؤمنين أو إخوانه المرسلين. والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كذلك عباد الله يجب أن نتبرأ من الكفار، لا يجتمع في القلب أبدا حب لله مع حب لأعدائه. كيف تحب أعداء الله سبحانه وتعالى؟ فالبراء القلبي يجب أن يكون كاملا. أما المعاملة بالجوارح الظاهرة من نحو بيع وشراء وإيجار فهذا لا بأس به عباد الله، والأولى المعاملة مع المسلم. أيضا عباد الله في هذه الساعة ننصح بنصيحة مهمة، ننصح الأسرة المسلمة، ننصح بالرجوع إلى البيت، ننصح بالرجوع إلى الأسرة. فإن الأسرة هي الحصن الحصين، آخر قلعة من قلاع الإسلام الباقية التي يتربى فيها النشء المسلم. فإن أعداء الله عز
وأعدنا به من المنافقين الدعاة على أبواب جهنم، إنهم حريصون على هدم الأسرة لكي يتسنى لهم تنشئة أجيال المسلمين على الإلحاد وعلى الفجور وعلى محاربة دين الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله عباد الله وارجعوا إلى الأسرة عباد الله. لا بد من أخذ أسباب الصلاح والإصلاح، ولا بد من تقوى الله، ولا بد من تنشئة الأولاد تنشئة سليمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب تربية الأبناء على حب القرآن، على حب الله، وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حب القرآن، وعلى حب الصحابة رضي الله عنهم، وعلى حب المؤمنين الصادقين. وأن يعودوا الصدق، وأن يجنبوا الكذب، وأن يعودوا الأخلاق الحميدة، وأن يجنبوا الأخلاق الفاسدة. والتربية تكون بالقدوة، وتكون أيضا بالرفق واللين، تكون أيضا بالرفق واللين. التربية تكون بالرفق واللين، والعقاب يكون كالملح في الطعام، أما الأصل فهو الرفق واللين. لا بد وأن تشعر ولدك أنه مرغوب فيه، وأن تربيه التربية الحسنة، خاصة البنات عباد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. فالبنات يحتاجون إلى تربية معينة فيها الرزق واللين وفيها القرب. الأم تتقرب من بنتها وتسمع منها، أما العنف، أما العنف وإشعارها بعدم الرغبة فيها فهذا خطر عباد الله. فنسمع كثيرا وأنتم تسمعون عن أطفال الشوارع، وتسمعون عن البنات الهاربات، الهاربات من بيوتهن، تسمع بسبب العنف، بسبب الضرب، بسبب زوجة الأب التي تستخدم وسائل العقاب العنيفة إلى آخر ذلك مما تسمعون. هروب من البيت، أين تذهب الفتاة؟ لا تجد في الشوارع إلا الذئاب، فيكون الزنا، ويكون الاغتصاب، ويكون أولاد الحرام إلى آخر ذلك مما نرى. وأنتم تسمعون وأنتم تعلمون، البنت إن لم تجد صدرا، إن لم تجد صدرا واسعا وقلبا منشرحا، وتجد كلمة طيبة، وتجد معاملة بالحسنى، فإنها ستبحث عنها في الخارج، ستبحث عنها في الخارج. والذئاب لهم كلام معصول، ولهم خطط حتى يأخذوا من البنت أشرف ما تملك، يأخذوا منها شرفها، يأخذوا منها عرضها، ثم تكون بعد ذلك لقمة سائغة عياذا بالله لكل دائر ولكل فاسد ولكل مجرم. إذن لابد أن نرجع إلى بيوتنا. أنتم ترون الانحلال والعري والفجور بين الشباب وبين الفتيات إلى آخر ذلك مما ترون. وهذا كله يتوجب علينا أن نرجع إلى الأمانة المنوطة بنا والملقاة في أعناقنا، والتي سيسألنا عنها ربنا عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها. ألزموا بناتكم الحجاب منذ الصغر حتى تعتاده، ومرنوا أولادكم على الصلاة والصيام وعلى الأخلاق الطيبة حتى يعتادوا ذلك عند كبرهم. بذلك عباد الله نجد خيرا في مجتمعنا، يبدل الله أحوالنا إلى ما يحب ويرضى. عباد الله، إن المسلمين أمة بينهم التراحم، بينهم التعاطف، كما قال الله عز وجل:
إنما المؤمنون إخوة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال: مثل المؤمن في تواد وترحم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. بيننا التراحم، بيننا التعاطف، بيننا التكافل، بيننا السعي على الفقير والمسكين والأرملة واليتيم، بيننا إحسان إلى الجار. النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لأصحابه: من يأخذ مني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي ثم عد خمسا. قال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للمسلمين ما تحب نفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. خمس قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: من يأخذها مني فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. عباد الله، نحن المسلمين بيننا التراحم لا بد وأن يسأل بعضنا عن بعض. لا يحل لمسلم يبيت شبعانا وجعه جوعان سيسأل عن ذلك يوم القيامة. كذلك عباد الله، إن للفقير على الغني حقا جعله الله تعالى له من زكاة وصدقة وسعي عليه إلى آخر ذلك مما تعلمون. عباد الله، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ابتلاءات شديدة متوالية تنزل على المسلمين من غلاء أسعار، من أمراض، من جور إلى آخر ذلك. كل هذا عباد الله ليس له علاج إلا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بسبب الذنوب، بسبب المعاصي، بسبب مبارزة الله بالعصيان. ويقول الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ذنوبنا ثقيلة، ذنوبنا كثيرة عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. فالزنا فاشل، أسباب الزنا فاشية، والزنا عياذا بالله قد فشى في مجتمعاتنا. وإذا كثر ولد الزنا حل بالأمة العقاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا. لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا. فإذا فشى فيهم ولد الزنا فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. تنزل عقوبة من الله سبحانه وتعالى عياذا بالله تعالى. إذن عباد الله، لابد من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فبتقواه سبحانه تتنزل البركات، وما عند الله لا يستجلب إلا بطاعته سبحانه وتعالى. قيل لأحد الصالحين: إن الأسعار قد ارتفعت. قال: أنزلوها بالتقوى. إن الأسعار قد ارتفعت. قال: أنزلوها بالتقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، نحن لا نعيش في غابة، نحن لا نعيش في أوروبا، في المجتمع الرأسمالي المادي الذي يزداد فيه الغني غنى ويزداد الفقير فيه.
مسلمون، نحن مجتمع مسلم، بيننا التكافل، بيننا المودة والرحمة عباد الله. لا يجوز لنا أن يأكل بعضنا بعضا ولا أن يركب موجة الغلاء، فكل يعلي من أسعاره. تأكل من؟ تهضم من؟ من للفقير؟ من للضعيف؟ من لليتيم؟ من للمسكين؟ عبد الله أيها التاجر المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. إن الفقير، إن الضعيف، إن المسكين عندما لا يجد لقمته سيرفع يده إلى الله يدعو، سيرفع يده إلى الله يدعو، فإما أن تكون لك وإما أن تكون عليك، فاختر لنفسك أي الدعوتين، أي الدعوتين تريد عبد الله، لنتقي الله عز وجل ولنرجع إلى ربنا أولا، ثم كل واحد منا لا بد وأن يستشعر معنى الإحسان إلى الفقير، إلى اليتيم والمسكين وغيره. عباد الله، إنكم تسمعون وتقرؤون تحاكم العالم الإسلامي من مؤامرات ومن مخططات صارت واضحة وضوح الشمس. هؤلاء القوم لا يستحيون من الكفار ومن أجنبيهم المنافقون، مؤامرات فمؤامرات تدبر، مؤامرات اجتمع عليها أعداء الله عز وجل، يريدون بهذه الأمة الذلة ونهب خيراتها كما ترون في وضح النهار. لا يستحيون، كانت المؤامرات قديما خفان، أما المؤامرات اليوم فإنها واضحة في رابعة النهار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ربنا عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فاحذروا المنافقين والظالمين الذين يتكلمون من بألسنتنا ومن جلدتنا، هم عدو عياذا بالله للإسلام والمسلمين. ويجب عباد الله أن نوالي إخواننا المسلمين في أي مكان، في فلسطين، في العراق، في الصومال، في الشيشان، في أفغانستان، في كل بقعة مأسورة، في كل بقعة تئن من وطأة الظلم والاستعمار، يجب نصرهم بكل مستطاع عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بهم، فإنما تنصف بهم ترزقون وتنصرون، أي بصلاحهم وبدعائهم. فكل منا لابد وأن يستشعر هذا المعنى. عباد الله، أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، هذه الأيام المباركات نغتنمها في طاعة الله، ونشكر الله عز وجل أن بلغنا إياها، وندخل أيضا الفرحة والسرور على أولادنا وعلى أهلينا وعلى ذوي قربى ذوي أرحامنا وأقربائنا، وأن نقوم بالخير وأن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. ونسأله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يعفو عنا وأن يعافينا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.